بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا بكم في هذه الأمسية المباركة من شهر ماي التي نحتفي بها بذكرى مجازر 8 ماي 1945 باستضافة الدكتور عزة حسين الذي سيتحفنا بمداخلة حول مجازر 8 ماي 1945 في الكتابات الفرنسية والأرشيفات الأوروبية. وفي هذه الأمسية التي نحن بصدد الاحتفاء أو الاحتفاء بذكرها، كنا قد احتفلنا في اليومين الأخيرين بذكرى تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 5 ماي 1931. هذه الجمعية المباركة التي هي أم الجمعيات والتي كان لها الفضل الكبير في دعم هذه التظاهرات وكذا انطلاقة ثورة التحرير المباركة بتوعية الشعب وبرفع كل الآثار الاستثمارية التي كانت تجعل من الشعب الجزائري لينسى هويته الجزائرية واللغة العربية وإسلامه. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق أخينا الدكتور عزة حسين لحسن الإلقاء وللجمع المبارك حسن الاستماع. هذه الأفكار تكون تكوينا فرنسيا ودخل في بداية الثلاثينيات إن صح التعبير في لعبة أساس الفرنسيين الإدماجية، ودخل حتى الانتخاب. وهناك ربما يعني بعض الشيوخ هنا عندنا في راس الوادي اللي يعرفوا فرحات عباس مليح، حتى انه كي حب يترشح النايب كيف جا مثلا من لنا راس الوادي فراح يعينوا النايب كذا 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 كذا. لا، حبيت نركز على فرحات عباس لانه في لحظه العرب العالميه الثانيه فرحات عباس اللي كان في يوم من الايام يقول فرنسا هي انا، وانا فرنسا، وفرنسا جزء مني وأنا جزء من فرنسا، ولا وجود لوطن قومي اسمه الجزائر. شوف كيف تغيرت أفكاره وكيف تغيرت ذهنياته بعد دخوله للحرب العالمية الثانية مشاركا فيها كصيدلي. لماذا؟ لأنه رأى الاستعماريين الفرنسيين كيف كانوا يعاملون معذرة المجندون الجزائريين. فهناك يعني بدأت تقريبا افكاره تتغير، فمن ادماجي يحب فرنسا الى اصبح ينادي بضروره ان الجزائريين يجب ان يمثلوا تمثيلا صحيحا في المجالس المنتخبه، يعني في البلديات وفي مجالس الولايه، يعني شبيهه بهذه المجالس الان الموجوده، وفي كذلك ما يسمى بالبرلمان فيما بعد. وإن كان لم يكن هناك برلمان، لكن فرحات عباس وحزب البيان كان ينادي دائما بضرورة انتخاب نواب يمثلون الجزائريين وهم الذين يتصرفون في أحوال الجزائريين. هنا ما بعد 1943 في البيان المشهور تاع فرحات عباس اللي وجهه للحلفاء حينما نزلوا هنا في قسنطينة من أجل إعادة فرنسا الاستعمارية، وهم اللي فيما بعد راح تقع ما يسمى بمعركة العالمين ما بين القوة النازية وما بين نعم هو كذلك سأتيك فيما بعد. هذه المعركة التي وقعت يعني على الحدود المتاخمة لصحراء الجزائر، وفيها حتى يعني من بعض الكتابات التاريخية يقول لك أن لماذا جاء السبق في الأوراس ولم يأتي السبق يعني في ولايات أخرى، بالرغم من أنه يعني كنا ناقشنا فيها في محاضرة سابقة مع سي الحاج ربي يطول عمره ونشكره دائما. كنا تكلمنا على كريم بن قاسم في منطقة القبائل وكيف يعني جنة القبائل وكيف كذا وكيف كذا. طبعا منطقة القبائل هي الأخرى قدمت يعني قدمت رجالات لأجل هذه الأرض الطيبة. فقط أنا أردت أن نردد يعني نزول الحلفاء وموقعة العالمين بالسبق الأول للأوراسيين الأشاوس أو الشاوية الأحرار اللي كانوا في الوقت هذاك يجمعوا في السلاح من بقايا معركة العالمين، وكانوا يحسبوا وكانوا على بالهم بلي أنه لا محالة
لا بحال أن الاستعمار الفرنسي هذا لازم يخرج بالبندقية. هنا حبيت نتكلم فقط على مصالي الحاج ما بعد 1943 فرحات عباس ما بعد 1943 وليناني بالحكم الذاتي. ما بعد 1945 حينما وقعت هذا المساكر إن صح التعبير، فرحات عباس سيغير موقفه تماما. هنا يدرك فعلا أن فرنسا الاستعمارية هي فرنسا الاستعمارية. هذه الفئة الأولى اللي هم الإدماجيين، والفئة الثانية اللي هم الإصلاحيين جمعية علماء المسلمين. هناك فئة ثالثة، هذه الفئة الثالثة وهي التي كان لها دور كبير جدا، وهي دعاة الاستقلال بزعامة صالح الحاج الذي أسس النجم في 1926، ثم أسس حزب الشعب الجزائري البيبيا، ثم تعرض للاعتقال مرات ومرات ومرات. وهنا في هذه الأحداث الثامن مايو 1945 يعني خرج المتظاهرون في الفاتح من مايو ينادون بضرورة إطلاق سراحه. لماذا؟ لأنه هو الوحيد وهي الفئة الوحيدة التي نادت بالاستقلال هكذا علانية. هذه كلها تندرج في إطار الأسباب السياسية التي أدت إلى تراكم ظروف. هذه الظروف سنذكرها فيما بعد كمحطات معلنية، يعني بمعنى أن هذه الأحداث لم تقع هكذا، جاءت هناك أحداث قبلها، وقعت سنة 1900 وكذا حتى خرج الجزائريون عن بكرة أبيهم. بدأوا من صديف وخراطة ثم انتشر إلى كامة وسكيدة، حتى الغرب الجزائري، حتى في صعيدة وفي معسكر و انتشرت هذه المظاهرات. للأسف الشديد فقط الوثائق التاريخية غير موجودة، حتى وإن عثرت على وثيقة يعني تاريخية يجب أن تدرس وأن تحلل من طرف يعني مؤرخ له باع طويل. لماذا؟ لأن هذه الكتابات كلها يعني راها في علب سوداء، راهي مخبية، لها مخبية. حتى فرنسا الاستعمارية أو فرنسا اللي راها موجودة الآن من 1962 إلى غاية 2022، أعتقد إذا ما خانتنيش الذاكرة، ربما السادة يعني اللي متابعين الظروف السياسية راهم يعرفوا الأمور هذه، الوحيد الذي اعترف بهذه الجرائم هو الوزير الخارجي لفرنسا آنذاك سنة 2002 أو 3 أو 4، الذي حينما جاء وانحنى أمام ماذا؟ أمام النصب التذكاري تاع سعاد بوزيد، سعاد بوزيد الذي رفع العلم واللي كان أول شهيد من طرف الضابط الفرنسي أمام مقهى فرنسا في الشارع الرئيسي في سطيف. هذه كلها أسباب سياسية. هناك كذلك أسباب دينية. هذه الأسباب الدينية تقريبا الأوروبيين والفرنسيين بصفة عامة هم الذين يركزون عليها كثيرا. لماذا؟ يقولون أن الجزائريين نتيجة للتعصب الديني ونتيجة لأنهم كانوا يريدوا أن يحتفظوا بالجزائر كونها أرض أجدادهم فقط. يعني شوف تنبيع القضية، هو مستعمر وجايب الأوروبي وجايب المعمر يدي في الأرض نتاعه، ومن بعد حينما يثور هذا الفرد صاحب الأرض وصاحب الأصول وش يقول عليه؟ يقول أنت متعصب وما حبيتش تخليني نعيش معاك. وهي أسباب دينية تقريبا يعني واهية، كلها أسباب اقتصادية سياسية أو دينية اختلفت، اختلفنا معها، اتفقنا معها، كلها أسباب أدت إلى حدوث هذه المظاهرات. ننتقل الآن إلى محور ثاني في هذه المداخلة، سنتكلم عن آراء الفرنسيين. الفرنسيين كيف كانوا ينظرون إلى هذه الأحداث وإلى المجازر فيما بعد؟ الفرنسيون كانوا يقولون أن المتسبب في الأحداث هو الطرف الجزائري. يعني شوف سبحان الله قيمة التمييع وقيمة الدناءة، أنه أنت تقتل 45,000، وهذا 45,000 هذه هما يقولوا ماتوا 200 أو 300 فقط الكتابات الفرنسية. لماذا؟ لأنه تخبي. لكن الكتابات الجزائرية يعني خاصة الناس اللي كانت شاهدة اللي كانت حاضرة، أنا ربما قبل سنوات فقط حوالي 10 أو 11 سنة يعني كنا في محاضرة تاريخية في مهالي في صيف، وكان معنا يعني شيخ في الوقت هذاك يعني في عمر ربما تاع 80 ولا تاع 90 شارك في هذه الأحداث هذه، يعني يروي الأحداث
قال لك وكأنه يعني هذه الأحداث هول. لماذا هول؟ لأنه هو في المظاهرات في ذلك اليوم اللي وقعت فيه من يوم الثلاثاء كان يوم سوق أسبوعي. صحيح أنه المظاهرات بدأت يعني من المسجد بتاع المحطة بتاع القطار وبعد جات ماشية جات ماشية جماتية إلى غاية أن كلاحق ثم يقال أنه بروفوكاهم بعد الضغط هذا تهز المسدس بتاعه وطير على سعاد بوزيد بعد اخطاط الامور. المشكل مش في ذلك اليوم، مشكلنا بعد اليوم الاخر، ما بعد اليوم الاخر لانه المظاهرات من 8 تقريبا حتى 16 17 18 في هذه الايامات هذه تاع 14 15 16 17 طائرات الحلفاء يعني بكل ما اوتيت من ترسانه حربيه عسكريه في ذلك الزمن تقصف قرى ومداشر الولايات الكبرى التي شاركت في هذه الأحداث، من بينها قرى ومداشة خراطة عموشة عين كبيرة يعني تقتل أمامها يعني كل إنسان اللي هي يعني. وبالتالي فهذه المجازر الوحشية هذه الفرنسيين مش كانوا يقولوا عليها؟ كانوا يقولوا عليها أنه هم اللي تسبوا، لو كان ما تسبوش هم فيها إحنا ما نقتلوهمش. كي شغل هنا كنا عايشين كيف كيف وكنا عايشين لاباس وحاجة ما خاصتهم وحاجة ما كذا، لا هنا يدين يثوروا ولا هنا يدين يديروا في الشغف ولا هنا يدين كما يقولوا يخلوا بالأمن العام لإمبراطورية الميتروبول الفرنسي ما وراء البحار حتى يعني يديروا الجزاء تاعهم هذا. وهذا المتسبب اللي هو الطرف الجزائري يربطونه كذلك وفقا لظروف. هذه الظروف من بينها مثلا نزول الحلفاء في الجزائر في 8 من نوفمبر 1942 هي قسنطينة تحديدا في المنصورة لأجل تصدي لما يسمى بجبهة شمال إفريقيا ضد محور النازية. كذلك نكست فرنسا أمام النازية في 1940 بدخول هتلر وجنرالات هتلر إلى فرنسا كذلك قيام جامعة الدول العربية في 1945 هذه الجامعة يعني التي أسست في ذلك الوقت من طرف 7 دول أو 8 دول عربية أول بند يعني من بنودها في ميثاقها هي ضرورة تحقيق حق مصير كل الشعوب العربية، وبالتالي كانت عاملا داعما لماذا؟ لانتشار الوعي القومي والتحرري والوطني بالنسبة للفرد الجزائري. كذلك دور جمعية علماء المسلمين الجزائريين في تقوية نفوس الجزائريين، كيف؟ العلماء من أيام 1931 لم يبقوا مكتوف الأيدي هكذا، لم يخاطبوا الاستعمار بلغة السلاح وإنما خاطبوه بلغة العقل. مباشرة حينما التقى العلماء في نادي الترقي وأسسوا الجمعية يعني أيام بعد ذلك تقاسموا المهام، كل عالم وعينت له منطقته وولاية. ولماذا؟ لنشر التعليم. لماذا؟ لأن الظروف اللي كانت موجودة في ذلك الوقت لازم تقتضي أن تحرر الفكر وتحرر العقل الجزائري باش نحيلوا العلم أقل هذاك الخوف اللي كان في النفسية تاعه اللي كان في الوجدان تاعه أمام من؟ أمام فرنسا الاستعمارية. وخاصة أن الجزائريين في الوقت هذا كانوا يتذكروا. لماذا؟ لأنه كانت آخر مقاومة وقعت هي مقاومة الأوراس ربما ما كانتش ذاكرة في 1913 أو 14، وكانوا يعرفوا الجزائريين أن المقاومات اللي حدثت من أيام 1830 إلى 1914 كلها باءت على الجنب، وكل زعمائها إما ذهبوا إلى النفي وإنما ذهبوا إلى الطرحيل القصري وإنما قتلوا أو شردت يعني أسرهم ونزعت أملاكهم. وبالتالي فهنا الجزائري أصبح حينما يفكر في التمرد ما بين قوسين وهو مصطلح فرنسي كان يهاب وكان يخاف. فجمعية العلماء المسلمين الجزائريين هنا بعلمائها بتلاميذها بتعليمها العربي الحر استطاعت أن تنشئ ناشئة. كذلك حينما نتكلم عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نذكر دور إبراهيم. دور الإبراهيمي كان دور كبير جدا، أي في الصيف التي كانت تسمى عاصمة الحركة الوطنية. لماذا عاصمة الحركة الوطنية؟ لأنه كان فيها الإبراهيمي يمثل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وكان في الوقت هذاك يعني ابن باديس رحمة الله عليه كان قد توفي يعني خلال أيام الحرب العالمية الثانية، خاصة بعد إطلاق سراح الإبراهيمي من الإقامة الجبرية اللي كانت في أفلو. تحركات الإبراهيمي في المنطقة كانت تحركات رهيبة جدا.
إضافة إلى ماذا؟ إلى وجود شخصية فرحات عباس ووجود يعني الإدماجيين في سطيف، بالرغم من أنهم كانوا إدماجيين، كانوا منقوصي الهوية الجزائرية إن صح التعبير، إلا أنهم قدموا أدوارا كبيرة وأدوارا رهيبة جدا في ماذا؟ في بث هذا الوعي القومي والتحرري في نفوس الصغيرية وفي نفوس الجزائريين بصفة عامة. إضافة كذلك إلى بعض أقطاب حزب الاستقلال، يعني أصدقاء وأصحاب مصالي الحاج اللي كانوا في سطيف. فالمدينة هنا متاع سطيف باختصار يعني كانت عاصمة لمن؟ للحركة الوطنية. لذلك فالمظاهرات الأولى اللي وقعت في الفاتح من نوفمبر 1945، ودعا إليها حزب الشعب الجزائري، وكانت مطالبهم ضرورة يعني كانت تقريبا كانت مطالب يعني كبيرة جدا. المهم في عمومها أنه مدام الحلفاء انتصروا على النازية، ومدام أن الحلفاء وعدوا الجزائريين بحق التقرير المصير، فالجزائر تستقل، ورفعوا شعارات الاستقلال. لذلك فحتى حاكم عمالة قسنطينة إن صح التعبير صرح تصريحا لأحد أقطاب الحركة الوطنية في ذلك الوقت قبل 8 مايو، قال له يعني في معنى الحديث أنه ستقع هذه الأيام مجازر رهيبة. لماذا؟ لأنه كان كل الأسرار وكان كل الحقوق الدولية يعني تلحقوا والتقارير تلحقوا، وكان يعرف أنه الشعب الجزائري رايح يزور، وخاصة في منطقة الشرق الجزائري، بداية من سطيف إلى قسنطينة. لماذا من سطيف إلى قسنطينة؟ لأنه قسنطينة سطيف هذا المحور كان يعج كما ذكرت سابقا بأقطاب الحركة الوطنية، وعلى رأسهم الإصلاحيين والإدماجيين. يعني بمعنى أن الظروف كانت مهيئة، والظروف هذه من خلقها ومن صنعها؟ صنعتها كل أقطاب الحركة الوطنية، لكن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كان لها دور كبير جدا في إسهامها في هذا الوعي. نعم، هذه آراء الفرنسيين. قلت أنه ذكروا أنه متسبب في الأحداث هو الطرف الجزائري وفقا لهذه الظروف التي ذكرناها. الآن نشوفوا آراء المعمرين. المعمر من عمر يعمر، هؤلاء المعمرين باختلاف جنسياتهم من كل أنحاء أوروبا، وخاصة أوروبا هذه المتاخمة لضفة المتوسط الجنوبية، من البرتغال إلى إسبانيا إلى إيطاليا إلى مالطا إلى كريت إلى قبرص إلى يعني كل هذه إلى اليونان. كل هؤلاء أغلب المعمرين يعني اللي جابتهم فرنسا الاستعمارية جابتهم من المناطق هذه، ما جابتهمش كما يقولوا حبا فيها، وإنما جابتهم لأن الساسة الفرنسيون كانوا على بالهم أنه إذا سقطت الجزائر ولا استطاعوا أنهم يسيطروا على الجزائر يعني طيلة قرون من الزمن، يعني المغرب الإسلامي انتهى. لماذا المغرب الإسلامي انتهى؟ لأنه هما عندهم محطات معلمية تاريخية في روسهم يقراها ويقراها إلى غاية الآن. على بالهم شكون اللي أدى الأندلس، وعلى بالهم شكون اللي خلى إسبانيا اللي كانت تنتمي للقوط الشرقيين الإيطاليين خلاها تنتمي للعالم الإسلامي لمدة 7 قرون و56 عام. على بالهم الخطر الداهم منين، وبالتالي فجندوا كل إمكانياتهم السياسية والعسكرية أي للاستيطان في الجزائر. بالتالي فهؤلاء المعمرين يعني استوطنوا هنا به يتركوا أخصب الأراضي، حتى دير على ذلك كانوا نشوفوا فيها إلى غاية الآن. أنا مازلنا نقولوا ميزان وقزمير وماصة ولارنا ولا غير ذلك، حتى إحنا كجيل تاع شباب ومازلنا ما تخلصناش من العقدة هذه. أو يبقى تقول حي 80 مسكن مثلا، كي تقول واحد حي 80 مسكن يقول لك وين جاء حي 80 مسكن، تقول له قزمير يفهم. لا يفهم، هذا هو المشكل تاع الموروث التاريخي. بتحاربوا كأجيال يحب لك، لازم لك مدارس ومدارس ومدارس وأجيال وأجيال وأجيال. لذلك فالعلماء الجزائريون اجتهدوا، بالرغم من أنه كاين بعض للأسف الشديد كاين بعض الناس أحيانا يحملوا العلماء تاع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن يقول لك كانوا لهم علاقة بالتعليم والتهذيب والإصلاح، وكانوا بعيدين كل البعد شوية على الثورة التحريرية. صحيح ربما قد يوجد هذا الرأي، لكن كي نجيو نهزهم كأفراد، نهزوا الشيخ العربي التبسي يعني قلاته فرنسا الاستعمارية في ملفية. ما بانش ربك؟ نعم؟ ما بانش ربك التبسي؟ ما بانش إلى غاية الآن، يعني قلاوه في بلدية تعزيت. نهزوا البشير الإبراهيمي
يعني مشكل يقولوا يعني عاطفة الانتماء أو كذا، يعني كونه ولد المنطقة أو نقول عن الكلام هذا، لكن كلامه مكتوب، كلامه موجود، مقالاته موجودة في البصائر، والبصائر متوفرة، هي ربما أنا على مستواكم عندكم، يعني كي تتبع المقالات تشوف الإبراهيمي كيف كان يحارب الاستعمار بقلمه. تأكدوا كل التأكد في 1934 كي كان الكثير من الجزائريين ما يعرفوش اسم أو ما يعرفوش الجزائر إلا الاسم، يعرفوا الجزائر يعرفوا منها الاسم فقط، بصح ما يعرفوش الجزائر تاريخا مشهور ولا غير ذلك. لماذا؟ لأن مجاهدتهم فرنسا ما قراتهمش، تابعتهم. واش كان يقول إبراهيم في ذلك الوقت؟ كان يتكلم عن الاستعمار ويقول لازم الاستعمار هذا نقاوموه ولازم الاستعمار هذا يخرج. يعني والكثير منهم والكثير منهم والكثير منهم. ومن بعد فيما بعد الجمعية، يعني كاين روايات اللي تقول حلت نفسها بنفسها في 1956 وانصهرت في جبهة التحرير التاريخية. وكاين يعني كتابات أخرى اللي تقول أن الفرنسيين هم من حلوا جمعية علماء المسلمين الجزائريين. ومن بعد فيما بعد ما بعد 1962 يعني 1954-1962 جبهة الجميع 62 فما فوق، معليش الاختلاف ورحمة، تقع مثل هذه الأمور عادي جدا. يعني ربما حتى 1989-90 عودت يعني رجعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين واستطاعت تعرف استرد الهياكل تاعها وكذا. المهم هذه يعني ما بين قوسين فقط. المعمرين هذا عبروا عن تخوفهم. لماذا عبروا عن تخوفهم؟ لأن المعمر هذا كي تجي تهز أنت واحد كيما كومبو مثلا، كومبو هذا كان عندنا في بلاد برام، ما يحكي لي الوالد عندنا المجزرة اللي تكلمت عليها سي عبد الناصر مؤخرا كيما كنا في ولاد ابراهيم سالم صريفك، تاع سالم صريفك، قلت انه بعد سالم صريفك جاو العشرة سي البغدادي في الدوار تاعنا تاع ولاد عزة. العشرة هذوك اللي قلت لهم قلت لهم فرنسا الاستعمارية اللعينة، عشرة شيوخ كانوا اكلي فوتوا 70. انا الوالد تاعي في عمره 92 سنة يروي لي عليهم ويحكي لي عليهم، منهم عمه حتى انه كي قتلتهم وخلصتهم واش قال عليهم سي كومبو هذا؟ قال لهم فرنسا كي سمحوا لي بالمصطلح هذا، سمحوا لي اي المجرم كومبو. قال لهم حتى وكان بالمناسبه يتقن اللغه العربيه اتقان. لماذا؟ لانه عاش هنا وترعرع هنا. المهم واش كان يقول عليها كومبو هذا؟ واش قال لهم؟ قال لهم فرنسا سمحوا لي بالمصطلح هذا كي جياحت عاد تقتل في الشيوخ، الشباب ما قدرش تلحقهم للجبال، ما قدرش تلحق الرجال للجبال، جايه تقتل في الشيوخ. هذا الشيوخ عشره هذول وكان قالوا لي عليهم انا دزيت بنتي هي تجيبهم وتجيب. هذه هنا يعني روايه تاع الوالد وروايه تاع العم تاعي. يعني شوف المعمر اللي كان قريب جدا من المواطن الجزائري. ليه؟ لان المواطن الجزائري ساوموه في لقمه العيش نتاعو، ساوموه في البطن نتاعو. المواطن الجزائري كي خلق في الظرف هذا 1830 1962 جمع 5 جيال، مش حاجه سهله. يعني كاين اللي زاد في الحقبه الاستعماريه مات في الحقبه الاستعماريه، كاين اللي كي زاد وش لقى امامه العالم المثلث الالوان الفرنسي. بالتالي هذا تستناه انت يعني باه يقاوم او يجاهد او كذا او كذا او كذا او كذا. يعني اذا كان قاوم ولا كان جاهد بالرغم من اخطائه، بالرغم من اخطائه يحطه في متحف تاع ذهب وخليه لا داعي به تظل تنبش من تحت وتقول هذا كوين وهذا كوين ولا العربي من اللي راح الاخر ولا ياسف سعدي كذا ولا كذا. بعض ان صح التعبير بعض الخزعبلات احيانا تقع بين الفينة والاخرى وبين الحين والاخر. يعني ما كان يعني لاي فرد ان يقول مثل هذا الكلام. لماذا؟ لانه طبيعه الظروف اللي كان ما دنكش فينا احنا اليوم الان. احنا راه كلش الحريات موجوده، ماكل شارب الضوء كاين، لما يكسر لك راسك تسب في النظام الجزائري جهارا نهارا والله ما على باله بيك. يعني ويجي واحد من بعد 2022 ربما كاستاذ في التاريخ الجامعه دائما نحب انه الاجيال تاعنا تسمع ما هو ايجابي فقط عن تاريخها، ما تسمعش ما هو سلبي. لماذا؟ لانه الاختلاف يقع، والاختلاف رحمه سبحان الله العظيم. صحابه اقتتلوا ولم يكن هذا، صحابه اقتتلوا في يوم من الايام، فما بالك هذيك الظروف اللي 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 توقع يعني بين الحين وبين الـ وبين الـ وبين الاخرى. سالم صريفك وعيكوس ربي يرحمهم ما خطئوش في 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 بعضهم اثناء تبادل تقع عادي جدا. وبالتالي فهؤلاء المعمرون يعني
كان تخوف كبير جدا. لماذا؟ لانه كان يشوف الفرد الجزائري هذاك الفرد المسكين اللي خدموا فيه على جال بطنه بالله الاخر يثور ويجي ويحرق الفيرما تاع كومبو ويولي سيد. ما قبلوهاش، وبالتالي هما اللي زادوا في الشناعه نتاع مجازر الثامن 1945. والله يذكرني لهنايا كلام قالوا لي واحد الشيخ مجاهد ربي يرحمه في راس الواد، يعني ما تذكرتوش، كان يروي لنا على احداث 8 ماي 1945. قال لي كي نحكي لك هنا على مستوى راس الواد، قلت له شنو وقعت احداث هنا في راس الواد؟ والله قال لي الشفايه تاعي اللي نشفاها، قال لي انه كانوا المعمرين خلال اسبوع كامل. قال لي ما بانوش هنا في راس الواد، قال لي هزوا السلاح نتاعهم، قال لي روحوا للسليب يطلع يقول له، يقول له في من يقتلوا الجزائريين؟ لا، تبقى القطارات ماشيه وتبقى الثروه ماشيه ويبقى الاستعمار ماشي ويبقى الاستعمار مستمر. وبالتالي ف اراء المعمرين يعني ربما عندي هنايا في زاد على عاشور بزاف لانه 26 دقيقه نعم. وقد عبر المعمرون عن تخوفهم في رساله قدمت إلى والي قسنطينة، عبروا له فيها عن الخطر الذي بات محدقا بهم من الجزائريين الذين أصبحوا يقولون إنهم سيبقون وحدهم في بلاد أجدادهم، وأن المتظاهرين الذين أصبحوا ينادون علانية. لماذا؟ لأنه لأول مرة أصبح الجزائري يرفع الإعلام نتاع الجزائر اللي فيه الأخضر وفيه الهلال، يرفع الإعلام ويقول فلتحيا الجزائر، الجزائر مستقلة بعيدا عن ماذا؟ عن الكيان الفرنسي. أصبحوا ينادون علانية بأن الجزائر أرض عربية، وأن الوضع الخطير يفرض اتخاذ الإجراءات عاجلة منعا لأحداث لا يحمد عقباها، وأن السلاح يجب تأمينه بجميع الوسائل التي تملكها السلطات الفرنسية. شفتوا الآن يعني من خلال هذا الرسالة اللي وجهوها المعمرين الحاكم عمالة قسنطينة أو مقاطعة قسنطينة في الوقت هذاك، كانوا يمشيوا ويشوفوا، كانوا يمشيوا ويشوفوا الفرد الجزائري هذاك الفرد اللي كان يلحق المعمر يحط راسه، وربما يعني للأسف الشديد الصوات يعني فوق راسه، وهذا هو والدينا وجدادنا يعني يتحسروا فين يقولوا كلام كنا هذا، ويخدم ويسكت وما يقدرش يتكلم. لكن في هذه الأحداث وفي هذه السنوات خاصة كي مشاو الجزائريين وشافوا هتلر ما بين قوسين بالرغم من نازيته المشرفه، لكنه عاث في فرنسا فسادا، نعم، واحتلها يعني في ظرف ربما ثلاثه ايام. نعم. هناك كذلك اراء لبعض الفرنسيين، دائما ساعطيكم يعني مقولات ماثوره. نعم. لكن الحكومة الفرنسية وعدد من الكتاب الفرنسيين أرجعوا ما حدث لأسباب اقتصادية محضة، زاعمين أنها ثورة طعام. لماذا؟ به ينقصوا من قيمة هذه المظاهرات. هذه المظاهرات هذه اللي خرجت في إطار حق الشعوب في تقرير مصيرها. لماذا؟ لأن 1945 هي حدث معلمي في التاريخ المعاصر للعالم بأسره، لا حدث معلمي. أولاً انتهت الحرب الكونية الثانية، واحد. ثانياً تغير الزعامة من أوروبا إلى من؟ إلى قطبي الحرب الباردة، الاتحاد السوفيتي سابقاً والولايات المتحدة الأمريكية، جوزيف ستالين، هاري ترومان. وبالتالي فأوروبا المزعومة أو أوروبا الغربية التي كانت تنظر في أنها هي حامية هذا العالم وهي سيدة العالم وهي شرط العالم، رأت كيف أهانها هتلر، ورأت كيف الأوروبيون أكلوا بعضهم البعض، وكيف جاء المخلص والمنقذ اللي هو الجيش الأحمر الروسي الذي دخل برلين في الفاتح من مايو 1945 وأعلن عن سقوط النازية أو انتهاء النازية، والإنزال النورماندي الأمريكي في فرنسا أو في شمال فرنسا، وكيف حرر العاصمة باريس التي كانت تحت وطأة الاستعمار أو الغزو الألماني إن صح التعبير. وفي هذه الأثناء شارل دوغول كان يسير المستعمرات ميل من بريطانيا، كان يسير المستعمرات من بريطانيا، هذه هي تغيرات، هذه هي تغيير، لكن معليش تبقى الظروف هي اللي تتحكم وهي اللي تتصرف. إذا زاعمين أنها ثورة طعام، فقد تردت الأوضاع الاقتصادية بعدما
استثمرت أو بعدما استفحلت حالة الجفاف لمدة سنتين متتاليتين وتناقص إنتاج الحبوب، فانخفضت كميته بالنسبة للمسلمين من 17 مليون قنطار، وهي الكمية الاعتيادية، إلى 3 مليون قنطار سنة 1945، وزادت ظروف الحرب بمأساة الجزائريين الاقتصادية بسبب انقطاع التمويل وتوسع التجنيد ليشمل الرجال حتى المدن حتى السن 40. لهذا قالت الحكومة أنها عازمة على إرسال الغذاء إلى الجزائر. صحيح احنا ما ننفيوش انه كانت كاينه ازمه اقتصاديه ايام الحرب العالميه الثانيه. لماذا؟ لانه احنا انا مؤخرا فقط يعني وقعت يعني الاحداث هذه في اوكرانيا. كانوا يعني اوكرانيا يعني بلد منتج من المنتجين اللي ينتجوا القمح في العالم، يعني وربما تاثرت سوق القمح. فما بالك حرب كونيه كاينه، هذه كانت فيها ثلاث جبهات لا سميت كونيه، لانه الارض بصفه عامه او الكره الارضيه كامل لحقها الرش اللي يقول لك الحرب العالميه الثانيه. يعني كانت جبهة آسيا في فيتنام وفي اليابان، وكانت جبهة أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية، وكانت جبهة شمال إفريقيا. يعني وش منع من هذه الجبهات إلا جبهة الأمريكيتين. لماذا؟ لأن الأمريكيتين كانت يعني بعيدة كل البعد عن الحرب العالمية الثانية. نعم. هذا إذن كما قلنا آراء الحكومة الفرنسية. الآن نشوفوا رأي دوغول، رأي شارل دوغول. يعني شارل دوغول هذا أو منقذ الجمهورية الرابعة إن صح التعبير، ومؤسس الجمهورية الخامسة في فرنسا. وحينما تذكر شارل دوغول، شارل دوغول في التاريخ القومي الفرنسي له قيمة وجدانية كبيرة جدا، لأنه هو من استطاع أن يحافظ على اسم فرنسا ما بعد دخول هتلر إلى باريس، وهو الذي أدار الحرب العالمية الثانية بذكاء، وهو الذي أدار المستعمرات الفرنسية في ذلك الوقت. كان نصف من إفريقيا تحت فرنسا، وكانت منطقة الهند الصينية كامل، لاندوشين كامل، ربع دول كامل، فيتنام، بيرمانيا، مالايا، تايلاند والفلبين، كانت كلها ليس الفلبين. سيحضرني اسم فيما بعد. هذه الدول الأربعة كلها كانت، نعم ممتاز شكرا، كمبوديا كانت كلها تحت سيطرة فرنسا الاستعمارية. يعني باش تبعد تسير في هذه المستعمرات في حكومة منفى، دلالة على ماذا؟ دلالة على قوة وحنكة هذا الشخص أو هذا السفاح اللي هو شارل دوغول، اللي باهي يحاول يقضي على الثورة الفرنسية. جاب أعتى قوة استعمارية في 58 اللي هو الحلف الأطلسي من أجل يقضي على الثورة الجزائرية، واستعان بالحلف الأطلسي، ومن بعد فيما بعد اضطر إلى التفاوض ونزل على طاولة المفاوضات بداية من 1960. كما أن الجنرال دوغول أرسل يوم 12/5/1945 برقية إلى الوالي العام، معبرا له فيها، الوالي العام هنا يعني يقتل الحاكم العام تاع الجزائر، معبرا له فيها عن تأييده، معبرا له فيها عن تأييده لما قام به من أعمال، حيث جاء فيه: أرجو أن تؤكدوا علنيا عن رغبة فرنسا المنتصرة في عدم السماح بالمساس بسيادة فرنسا بالجزائر، وأرجو أن تتخذوا التدابير اللازمة لقمع كل السلوكات المعادية لفرنسا. يعني كيف ينتظر الفرد الجزائري اليوم في 2022 أن يعتذر ماكرون بجرف قلب؟ لا والله. أمين ويد. لا والله. لا. نعم. فهذه الأحداث التي انتهت بمجازر، سبق وأن كانت قبلها أحداث. هذه الأحداث نحاول أن نذكرها هكذا باختصار. على سبيل المثال مثلا في 1934 قامت مظاهرات في باريس الجزائر تنادي كذلك بالحرية. في 2 أوت 1936 كان تجمع في بيلكور، وهناك ألقيت كلمة مصالح الحاج الشهيرة والمشهورة، موجودة يعني اللي يحب يشوف الوثائق ويشوف الكتب التاريخية. في 4 جويلية 1937 مسيرة حزب الشعب الجزائري كذلك مناديا
بضرورة التخلص من الاستعمار الفرنسي. في 4 أوت 1941 صدور ميثاق الأطلسي، وميثاق الأطلسي هذا فقط يعني ربما اللي ما يعرفوش فينا، ميثاق الأطلسي هذا هو اللي كان بين زعماء، كان بين تشرشل وكان بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية روزفلت اللي كان فوق ظهر السفينة هذيك، هما اللي اجتمعوا طبعا لاجل التحالف ضد النازيه، لكن كانوا ينيعوا في هذاك التحالف نتاعهم باش هذيك الشعارات نتاع حق الشعوب في تقرير مصيرها. وهذه كلمه حق الشعوب في تقرير مصيرها من بعد الاوروبيين الفرنسيين مش يقولوا انه الاعلام الروسي راديو موسكو والاعلام الامريكي راديو واشنطن هما اللي حرضوا الجزائريين على الانتفاضه هذه، وبالتالي ما كان للجزائريين أنهم يخرجوا في 8 مايو، لأنه لا الفرنسيين شنو يقولوا كانوا الجزائريين هذو ما يقراوا ما على بالهم ما والو جندتهم فرنسا يروح يكافع على الدولة تاعو الأم وانتهى الأمر. ليه؟ لأنه فرنسا كذلك غيبت في ميثاق الأطلسي، في قمة يالطا، قمة يالطا هذه اجتمع فيها كذلك الكبار، اجتمع فيها الروس واجتمع فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وغيبت فرنسا، وفرنسا دائما بزعمائها بتاريخها بموروثها دائما ترى ماذا؟ ترى أنه هي جزء من أقطاب العالم، ترى نفسها أنها هي حامية الكاثوليكية، ترى نفسها أنها هي حامية الإرساليات التبشيرية، الدليل على ذلك فقط أنه أول امتياز منح للفرنسيين في 1510 أو 12 من طرف السلطان سليمان القانوني كان مع فرنسوا الأول، لأجل ماذا؟ لأجل حماية الأراضي المقدسة أي في فلسطين. حتى الحروب الصليبية اللي وقعت على العالم الإسلامي كامل شكون اللي كان يقودها؟ إما البريطانيون وإما الفرنسيون. لماذا؟ نتيجة لذلك العداء التقليدي بين الإسلام والحضارة والشرق الإسلامي وبين النصرانية المحرفة والإمبراطوريات سواء الرومانية أو البيزنطية أو الميروفنجية أو الكورونجية أو الفرنسية أو البريطانية فيما بعد. إذا كل هذه الأحداث اللي سردناها الآن من 1930 حتى 1943 وصولا إلى 14 فبراير 1943 بيان فرنسا، وصولا إلى 4 مارس 1944 أحباب البيان والحرية حينما التقت جمعية العلماء والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري وحزب الشعب الجزائري واتحد في جبهة واحدة، سميت هذه الجبهة جبهة أحباب البيان، وكانت مطالبها واضحة. من بين أهم هذه المطالب أن الجزائريين أو أن على فرنسا أن تمنح الاستقلال لمن للجزائر، وكانت هذه الجبهة ربما يعني هي أول مرة يعني منذ زمن طويل. الآن الشق الثالث والمحور الأخير يعني باختصار شديد فقط، أن هذه المظاهرات التي بدأت بمظاهرات وانتهت بمجازر، هذه المجازر أرخ لها وأرخت من طرف الكثير من الكتابات الفرنسية والأرشيفات الأوروبية. حينما نتكلم عن الكتابات الفرنسية، الكتابات الفرنسية طبعاً كتبوا عليها مثلاً مؤرخين فرنسيين، لكن المؤرخين اللي كانوا فعلاً يمتازوا بشروط المؤرخ فيهم يعني ربما جزء قليل اللي قال أنه فعلاً هي عبارة عن مجازر، وأن هذا المجازر هذه في التاريخ ما كانتش. لماذا في التاريخ ما كانتش؟ حتى نجي ونرجع يعني حتى باختصار الأشوري سي الحاج اللي دار المذبحة الأولى تاع اليهود يعني فيما قبل العصور الأولى، ربما ما كانتش المجزرة تاعو كما اللي دارتها فرنسا الاستعمارية الجزائريين. 45,000 مش حاجة سهلة، 1 2 3 10 60 100 وتروح 1000 وتروح، مش حاجة سهلة. 45,000 شهيد، فما بالك الشهداء اللي قبل من 62 ل 45 وزيد حط لهم المليون ونص نتاع الثوره التحريريه، يعني كذلك المليون ونص الى راه صحيح ربما ببلاش الخمرين. لماذا؟ لانه الوقت هذاك ما كانش تصيبين، ما كانش العلم كيما اليوم، ما كانش الاعلام، ما كانش كذا، ما كانش كذا. والله غير هو حساب يعني كي داروه. انا اعتقد لو تكلم عليه الدكتور جعفر عتله مؤخرا في المداخله اللي درناها في ولاد ابراهيم، يعني كما ذكر رئيس الجمهوريه تبوك قال افكار ربما اكثر من 5 ملايين،
ربما هما ما درسوهاش يعني تاريخيا بالوثائق التاريخيه، لانه للاسف ما كانش ما عندناش احنا جماجم فقط ما جينا نجيبوهم بالذراع، فما بالك تمشي اكس بون بروفانس. احنا كاساتذه في التاريخ استاذ عمار دير مثلا فيزا وتقدر تشوف مثلا معارفك وتجيب الفيزا تجيب الفيزا وتجيب كذا، او الدكتور شعبر معايا هنا بالجامعه فلسطين يعرف الامور هذه، بحيث الاكس يحبك. واذا كان دخلت الاكس وشموا فيك ريحه الجزائريين، العلب هذيك المشبوهه الكل تتخبى عليك، سي انتردي ممنوع. يعني اذا عطاوك يعطيوك علب ربما هكذا يقول لك مثلا نعطيك على مش عارف انا على التعليم، على احوال شخصيه، على بعض الامور هذه، ما يعطيكش معلومات كامله. وهذا هو الشيء اللي راه مخلي ومعقر الصف نتاع العلاقات. من المستحيل باش تمشي العلاقات الجزائريه الفرنسيه دون استرجاع الارشيف، من المستحيل، لانه لو كان استرجعنا الارشيف رايحين نعاودوا رو ديماريو انفسنا من جديد، ونعاودوا ربما نبنيو حتى دوله جديده. ليه؟ لانه الكثير ربما من التقارير اللي كانت عندنا سابقا هي تقارير شفويه، روى الاب روى الجد روى كذا روى كذا، ونحن لا نشك في مصداقيتهم، لكن الارشيف بالوثيقه بالوثيقه. لماذا؟ لانه الارشيف صادر على مؤسسه رسميه عموميه، وبالتالي ف بعض الكتابات الفرنسيه يعني ربما اسهمت في ذكر هذه الاحداث على اساس انها مجازر. هناك كذلك تقرير يعني الجامعه العربيه، وهذا التقرير موجود، انه الجامعه العربيه يعني تكلمت كثيرا عن هذه الاحداث، ورايحه تساهم فيما بعد في نقل بعض التقارير في لقاءات الدوريه لجمعيه الامم المتحده التي تأسست طبعا كذلك في 1945، وبالتالي فكان دور الأشقاء العرب يعني في تبيان الحقائق حول مجازر الثاني ماي. هناك كذلك تقرير للجانب الأمريكي، سأجده هنا، لماذا التقرير الجانب الامريكي؟ لانه الامريكان في الوقت هذا كانوا منتهجين بالفوز على النازيه، وبالتالي الزعامه رجعت لهم. لماذا رجعت لهم؟ كان الاعلام نتاعهم يعني في الوقت هذا كان قوي، كان يصور وكان يشوف، وكان حتى هو حاب يكسر شوكه فرنسا، مش حبا بالجزائريين، بنتفقوا مليح. الكثير من الناس ربما احيانا يقول لك احنا كانت عندنا علاقات مع الولايات المتحده الامريكيه ايام العثمانيين وايام كذا، وعندنا علاقات، صحيح عندنا علاقات، بصح العلاقات عليه مبنيه على قوه الخصم، كي تعود قوي هابك مش حبا في سواد عينيك. في الوقت هذاك لماذا؟ لانه البحريه نتاع عروج نتاع خير الدين كانت مسبقه في المضيق تاع جبل طارق، باه تعقب تعدي تسلك. لذلك كانوا الامريكيين يترددون الحكام العثمانيين هنا في الجزائر. كتير بخير الآن. نعم، وبالتالي فالأمريكيين هناك يخرجوا هذه التقارير هذه على وحشية الاضطهاد الذي مورس ضد الجزائريين، ليس حبا للجزائريين، وإنما كانوا يريدون أن يسقطوا شوكة فرنسا. لماذا؟ لأنه في حول الجزائر على بالهم بأن فرنسا لافريك راح تنهار. والدليل على ذلك انه في 1956 كي شذت يعني الثوره التحريريه وحمل الوطيس نتاعها، انه يعني 10 ولا 14 دوله ربما افريقيه حتى تونس والمغرب واستقلوا يعني في جوره الجزائر. جرافيتي ممتاز كل نعم. وبالتالي فهذا التقرير الامريكي كذلك هو موجود. هناك كذلك وثائق في الارشيف البريطاني، والوثائق هذه ربما كاين وثيقة أو اثنين. هذه الوثائق هذه كذلك توحي هاي يعني كما أن هناك وثيقة تاريخية من الأرشيف البريطاني نشر عن جريدة لو بوان الفرنسية يوم 30/9/2010، أقول 2010 جريدة 2010، يعني شوفها 45/2010 قديه نعام به الوثيقة هذه خرجت. كيف خرجت؟ ربما خرجت خدمة لمصالح سياسية كي ما تخرجش. لماذا؟ لأنه أنا عندي مقولة يعني هنا في راسي حاطها في بالي دائما، يعني عن المأثور الكفر ملة واحدة. الكفر ملة واحدة مستحيل به يسابقك أو لا
من أجل يعني أمور كما يقولوا هذا عادية ولا بسيطة، وهي عبارة عن تقرير صادر عن القنصل البريطاني العام في الجزائر جون أريك ماكلين كارفال في 23 ماي 1945 إلى صعوبات بلاده والخارجية الفرنسية، يؤكد فيه أقول يؤكد فيه مسؤولية السلطات الفرنسية عن مجازر 2 مايو 1945 ومقتل الآلاف من الجزائريين دون أن يحدد العدد. ويكشف التقرير أنه بعد تأزم الأمور أعطت السلطات الفرنسية الأوامر للقوات المسلحة الجوية للتدخل، وجندت 1200 طيار من الفرقة 13 من مختلف النواحي العسكرية للهجوم على شمال القسنطين كما كنا نتكلم قبيل، بضبط المنطقة الجوية الممتدة من سطيف إلى سوق هراس عرض الثورة إلى سوق هراس، حيث قامت بقصف القرى عن طريق طائرات البي 26 وجي 38 بأكثر من 300 إغارة بين 8 مايو إلى 14 مايو. 300 غارة جوية ما تقتلش غارة صغيرة، ربما تقتل بليس. لماذا؟ لأنه كانت كما يقولوا جيدة على جناح. ويصف التقرير أن الملاحظات الجوية كشفت عن إبادة وتدمير كل القرى والدواوير الواقعة في هذا الخط الجوي. هذا القول يطابق تقريبا ما نشرته مجلة ستارز أندي ستار بيريس لسان حال الجيش الأمريكي عن تلك الحوادث في 28 مايو 1945، والتي جاء فيها إن قاذفات القنابل الفرنسية قد حطمت قرى آهلة بكاملها في منطقة الحادثة، منطقة الحادثة يعني يقصد هنا الشمال القسنطيني كامل من بعد المظاهرات يعني بقوة كبيرة. أثناء حملة دامت 7 أيام وقد طار الطيارون الفرنسيون 300 مرة في يوم واحد مستعملين القاذفات الأمريكية الثقيلة والمتوسطة، حيث سويت الأرض بعدد من القرى والدواوير، ثم طارت الطائرات المقاتلة الفرنسية البريطانية الصنع خلف القاذفات الأمريكية لتسحق السكان الهاربين من المنازل التي تحطمت وترمي القنابل على المخابئ العربية في الجبال. حقيقة يعني يا خاوتي فصل مؤلم من تاريخ الجزائر المجيدة. كخاتمة لهذه المداخلة، معذرة ربما إن كنت قد نسيت بعض الملاحظات لأن الأحداث كانت أحداث قوية جدا، بدأت بمظاهرات سلمية وانتهت بمجازر 45 ألف شهيد، مش حاجة سهلة. أعتقد أنه لزاما على الدولة الجزائرية الآن بشعبها ومؤسساتها أن تضيق الخناق على مصالح فرنسا فوق هذه الأرض الطيبة حتى يعترف رغما عن أنف. شكرا للجميع. جزاك الله باش من نزرو. السؤال الأول، أول شرارة مباشرة يعني مين انطلقت المظاهرة؟ هل من مسجد؟ هل من شارع؟ من هو صاحب الشرارة الأولى؟ وما هي أفكاره؟ يعني إذا كان إمام ولا كان إنسان عادي ولا كان من الشرك والحرب ولا يعني أول شرارة. الحاجة الأولى، سؤال الأولى. السؤال الثاني، الموقف تاع جمعية العلماء المسلمين وهي في وجه النشاط تاعها في 45 مع الحدث عظيم جدا، من المفروض التاريخ تاعها يكون من الجمعيه اللي انا هي اولى باش تدير تاريخ وتكون المرجعيه الصحيحه بالنسبه للتاريخ تاع الاحداث هذه. يعني له نجيبوا من الارشيف تاع فرنسا وتاع امريكا وتاع بريطانيا، الله يكون الموجزين هما اللي عاشوا الحدث وهما اللي ضحاوا. المفروض راه كاين تاريخ كتباته الجمعيه او الناس اشخاص جزائريون يعني مؤرخين اللي نديرهم كمرجعيه. ثلاثه، سؤال ثالث، هذه الوثائق، هذه وثائق رسميه، هذه التقارير هذه، لماذا لا تحاكم الجزائر فرنسا بهذه التقارير؟ تحاكمنا في المحكمه الدوليه كجرائم حرب يعني المفروض تاخذها كأننا رسميه التقارير، تقارير تاع بريطانيا وتاع امريكا. السؤال الاول، هو المعروف ان المظاهرات انطلقت من المسجد لامام المحطه تشيمين ومشات. نعم، واش دعم واش اللي قالها كيفاه بداها؟ شوف هاني نبحث لك على الشخص هذا اللي يتكلم، او ربما مره جعفر مات ما عندوش سنوات فقط هو يتكلم، كان عضو في جمعيه 8 مايو 1945
ويعرفوه الصطايفيه مليح، يقول كي جينا ماشيين انا اللي كنت هاز الاعلام، ويوصف الاعلام هذا كيقول انه كان اعلام اخضر وفي وسطه هلال. يقول من بعد كي مشينا 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 كي لحقوا قريب لاري كونستانتين، لحقوا تول لا بونك تول البدر، كي لحقوا تما يقول انه كانوا كادر اوفيسي من العسكر الفرنسيين كانوا اون فاس، كي شافوا تنقول الاعلام هكذاك شغل بروفوكاو استهزاو بهم، قال لهم انتم لي زانديجان عرفت تعرف تهز الاعلام وتقول الجزائر، كي بروفوكاو هزوه هو من لي زانديجان هو يعني ما هي الدوافع الفكريه اللي خلاته هو يطرق ما قالش عليها. لا 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 الدوافع لنا هي مختلف الظروف اللي كنا نتكلموا عليها، وهذو ناس هذو ناس ماهمش ناس بسطاء باه نتفقوا، كانوا كلهم اما مناظرين في جمعيه العلماء او في احباب البيان او في حزب الشعب الجزائري، اما كانوش عاديين، كانوا ناس ديجا يقراوا كيداروا هذه الانتفاضه هذه. لماذا؟ لانهم هما كيخرجوا على واش خرجوا؟ شنو الهدف تاعهم؟ خرجوا يحتفلوا بسقوط النازيه في العالم، خرجوا ما دام قال اليوم مثلا عندنا مناسبه في الجزائر يا اخي غدوه راها الجمعيه كذا وكذا تدعو الى مسيره مثلا في الجزائر، كيما نقولوا مثلا الحركه تاعنا الاخير. خرجوا الناس هذوك طواعية هازين الاعلام تاع الجزائر وهازين شعارات واش كاتبين فيها الحريه للجزائر، وكانوا ينشدوا في اناشيد وطنيه جزائريه، بمعنى وشنو؟ كانوا فايقين، لا كانوا فايقين انه الحرب العالميه الثانيه بدات تظهر فيها ماذا؟ الحريات، وبدات تظهر فيها القوى العظمى العالميه، انه قالت لازم الشعوب ما بعد 1945 تستقل الاكل. كي لحقوا من بعد هما بروفوكيو قد قد دزوه، كي طاح هو هز سعال مسعود هو سعال بوزيد هو اللي هز الاعلام، كي هز سعال بوزيد الاعلام قد قد لوفيسي هذاك تير عليه، كي تير عليه ثم وكانت المناسبه السوق اسبوعي. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني ما كنتش هذه يعني والله غير انت مشكور تفطنت لها. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لهنايا التقارير نتاعها اللي موجودة كلها عبارة عن ربما كلام مأثور، وين تلقاه مكتوب في مقالات البصائر، واضح. لماذا؟ لأنه حضروا ناس، وكان المشير الإبراهيمي كان عنده دور كبير جدا في الرأي العام في سطيف، مش إنسان سهل. وفرحات عباس في الوقت هذا كيقولوا أنه ما كانش في سطيف، كان في ألجي، يقولوا قبلها كان على بالو شي شكون يخبروا قالوا بلي فورا هيثم راك تعرف البلتاكين هذو راك تعرف امور واضحه. وبالتالي جمعيه علماء المسلمين الجزائريين انا اعتقد ربما لو كان جا الشيخ قسم لهنا كنا نسالوا السؤال، انا اعتقد انه في الارشيف تاعها ما تكسبش وثيقه هكذا اللي بالكاشيرو مثلا وفيها لوفيسي فلان والكوميسير فلان والله اللي مد لوردر ما يتيري على الدراري على الاولاد، ما كانش كاين مجرد كلام مأخور. يعني نشكرك الطبيب على يعني الانتباه لهذا السؤال، تبقى قراءتي يعني. بالنسبه للسؤال الثالث عايز يذكر محاكمه فرنسا. بالنسبه لمحاكمه فرنسا، محاكمه فرنسا والله مش راح نقول لك، انا راح نتكلمك بشقين. الشق الاول راح نتكلمك كاستاذ في التاريخ، والشق الثاني راح نتكلمك كمواطن يعني غيور على بلاده هذه الحاجه ويضحك. رانا رطار، رانا رطار واخرين بزاف رانا رطار، عندنا وقت من اللي حكمنا، لكن الله غالب الطبيب ترى اكثر مني وربي لي كبير، وعيشت ايام الاحاديه الحزبيه، عيشت تعرف يعني مثل الامور هذه. كان في الوقت هذاك تاع السبعينات وتاع الثمانينات كنا في الحاكم فرنسا، لكن للاسف احنا اتفاقيات ايفيان والشيء اللي صرا لنا ما بعد 62 وجيش الحدود وهذيك الامور السلبيه اللي انا شخصيا والله ما نشتي نذكرها. أرقني عليها سيد الحاج خطره قال لي تراك مؤرخ لازم تذكرها، قلت له مسحها فيا ودي راه الله غالب كي نجي نهضر على التاريخ تغلبني العاطفه تاع والديه، خلي ترى نزيدو اسمع نزيدو 10 سنين ولا 11 نكبروا ذريريات من بعد راني نهضر عليها.
زين الدراري صغار كاش يعني يديهم و نعم. وبالتالي انا نعطي لك مثال فقط او شوف الاراده السياسيه الاخيره فقط تاع يعني تاع تبون. انا شخصيا يعني في علاقاته الان مع فرنسا والله بالرغم من انه كمواطن يعني عندي ربما اختلافات في الشيء اللي راه نقول يقوم به رئيس الجمهوريه. ربما فيما يخص السؤال اللي يعني ك مثلا في القراءات الفرنسيه هذه مؤخرا هذا اسطوره هذا تاع فرنسا هذا مجاني اسطوره واش هي التقارير تاعو هل ينصف التاريخ؟ لا ينصف للاسف لا ينصف للاسف. كان شوف مجاني اسطوره المؤرخ الفرنسي يعني انا والله لا اراه مؤرخا بحجم سني يعني فرنسي مؤرخ كبره الإعلام حتى الكتابات نتاعو يعني التاريخية ربما اللي راه كاتبها ولا راه كذا كاتب على أوروبا أو على فرنسا أو هذا شيء يخصه. لكن كي كان يكتب كمؤرخ كان ربما يشير على أن فرنسا يعني دارت أحداث في الجزائر ودارت كذا. لكن يوم أن قلد بالمهمة الرسمية نزع صفة التاريخ والمؤرخ. وش ولا فرنسي رسمي والتقرير نتاعو خاصة في حوالي 8 هذا سلبي للغاية سلبي درجة لا تصل. وبالتالي يعني ما تستناش منه وهذا سياسيا. نعم دكتور عاجو سياسيا وعلى ذيك اللي بعد التقرير هذا كيحبسهم بعد ولا تعاودت العلاقات من جديد إلى الصفر. لا اعتقد يعني ولا هي. نشكر الاستاذ عزة المحاضره وتلبيه الدعوه. سؤالي هو كما ذكرت في المحاضره تاعك ان قبل الاحداث تاع 45 نقولوا كانت نقولوا الساحه الجزائريه يعني مقسومه يعني ادماجيين اصلاحيين من الجهه التي دعت الى المظاهرات جهه يعني الرسميه او مثلا كانت نقولوا مثلا كانوا مع بعضهم نقولوا كل واحد جهه ما حبش تبناها ممكن الخوف في ذاك الوقت ممكن ما على باليش كيف الظروف. السؤال الثاني ما دور الاحداث هذه في الثوره التحريريه تاع 54؟ الاحداث هذه ما خرجتش عفويه. الاحداث هذه خطط لها من زعماء ورجال حزب الشعب الجزائري. عرف ليه؟ لانه شئنا وابينا حتى الادماجيين كانوا ربما هذا يهيئوا الوضع العام ويقولوا للجزائريين ان ندافعونا وندافعوا عليكم وكذا. لكن كي يلحق الفرنسي يكن شويه لانه كيما يقولوا ذاك العسل. المظاهرات الجهه اللي كنت من وراها هي زعماء حزب الشعب الجزائري. اعطيهم الصحه براب التحيه والتاريخ. لماذا؟ لانه هما اللي فيما بعد راحين يديروا المنظمه الخاصه سلاح وهما اللي رايحين يوصوا على جبهة التحرير التاريخي كان حزب الشعب. ومن كيما يقولوا اوصل يعني الراي العام الى هذه القلعات. طبعا ما ننساوش جمعيه العلماء المسلمين وما ننساوش احباب البيان خدموا وعاوا كذا كذا كذا. لكن مش كل اللي لحق كيما يقولوا شعل الاخر ما حبيتش نقولها هو حزب الشعب الجزائري. السؤال الثاني الدور يعني نقول نعم. السؤال الثاني شوف احنا كي نجيو نتكلموا على اسباب الحرب الثوره التحريريه الجزائريه احنا نقولوا الثوره التحريريه اللي فرنسا يقولوا حرب الجزائر. لا هو مصطلح احنا مصطلح حوادث 1945 كانت سببا اكثر واكبر من مباشر لحدوث الثوره التحريريه. لماذا؟ لانه اقطاب الحركه الوطنيه من ساسه في الادماج وفي العلماء وفي المصريين والمواطن الجزائري وصل الى فكره مفادها اللي دخل بالسلاح يخرج بالسلاح. السلام عليكم. مشكور جدا استاذ على هذه المحاضره القيمه. انا بدي تدخل بسيط فقط هو ان المجازر 1945 هي الرحم التي نشأت فيها ثورة نوفمبر الخالدة 1954 ربما 9 سنوات بين الأحداث. كذلك
فرنسا كانت تقول في الحرب العالميه الثانيه عاونوني على النازيه كي نقضيو على النازيه نعطيكم الاستقلال. كانت من الاسباب اللي جعلت الجزائريين يخرجوا ربما مش غير في سطيف وقال مخرطه ولكن حتى في مناطق اخرى من على مستوى التراب الوطني. ان الاحداث او هذه المجازر هي جريمه ضد الانسانيه بكل المعايير. ربما الطائرات لم تكن تقنبل ولكن كانت الشاحنات العساكر الجيش الفرنسي كانت تأخذ المواطنين مثلا في خراطة شعبة الآخرة وكان يربطهم بالسلال شهادة عمار بخوش ربي يرحمه وكان يرميهم من فوق الجسر شعب أحياء. وتذكرني هنا الحادثة من بين الحوادث عائلة حنوز وكثير من العائلات الجزائرية التي الألقاب يعني مسحت إطلاقا إكستيرميني ما كانش ما بقاش لا وجود لها. عائلة حنوز يلقيوا القبض على الأب وعنده جوج أولاد يطلبوا من الأب الابن الأول ترمي نفسك من الجسر باش تنقذ الوالد نتاعك يرمي نفسه يزيدوا للطفل الثاني أرمي نفسك تنقذ الوالد نتاعك يرمي نفسه. ولكن مع الأسف الشديد الفرنسا المجرمة يزيدوا يكتفوا الأب نتاعو بالسلال ويرميوه من الجسر يلتحق بالولدين نتاعو. المؤسف أو الجريمة الأكبر أنه الابن الثالث كان يحارب مع الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الثانية. لما يرجع الخراطة يلقى العائلة نتاعو كامل قضى عليها. هذه جريمة من جريمة ضد الإنسانية تضاف إلى الجرائم الأخرى الكثيرة التي ارتكبها ارتكبتها فرنسا الظالمة في حق الشعب الجزائري. شكرا سي عمار. قراءة التاريخ تاعنا وإلى التاريخ تاعنا احنا لما يصبش في جهة الذاكرة الجماعية. كيف ذاكرة جماعية؟ أنه مثلا جمعية المسلمين وإلى حرب التحرير أنا نقول حرب التحرير وما نقولش ثورة أنا نقول حرب التحرير لأن هما يقولوا لا غير دالجيري تستدرين صبع ليزالجيريا أنا نقول بلي حرب التحرير لأنه لا عمرها ما حبست الثورة ملي دخلت فرنسا في 54 كانت حرب. إذن لما تكون هذا التاريخ هذا دخل في التاريخ وإلا في الذاكرة الجماعية تكون قضية قومية تاع الأمة الجزائرية ككل ما تبقاش قضية تاع جمعية قضية تاع مؤرخ. لما تكون بالطريقة هذه نقول أنا باللي الدفع يكون أكثر تكون نتيجة أكثر. أنا عندي نقطتين برك. النقطة الأولى أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الرئيس تاعها بن باديس راه ديجا ندد بدعاة الإدماج في القصيدة تاعو الشهيرة شعب الجزائري مسلم قصيدة أو رام إدماج له أو رام إدماج له رام المحال من الطرف. يعني الجمعية تصدت الإدماج قبل ما يغيروا موقفهم وربما كان لها الفضل الكبير في تغيير موقف الإدماجيين فيما بعد. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية أنا تابعت الحملة الانتخابية تاع الرئيس تبون. الرئيس تبون في الحملة الانتخابية تاعو وعد الجزائريين في كم من منطقة وين يروح يقول لهم سنجرم الاستعمار وس النقطة هذه كرها كم من مرة في الـ في الـ في, الـ في الحملة الانتخابية تاعو. ولكن كما تكلمتنا الأستاذ جعفر المشروع تاع تجريم الاستعمار في البرلمان مازال يروح ويجي ولكن إلى يومنا هذا لم يرى النور. لم يجرى كل ما يحطوه بالطاولة للنقاش يعود يرجع للأدراج. صح. يعني إلى متى سيرى مشروع تجريم قانون تجريم الاستعمار النور؟ هذه برك حاب نسألك عليها أستاذ. ما عندك معلومات لها إضافية وشكرا.